أستاذ رحاب، الوقت بإذن الله من 25 دقيقة تقريبا، يعني بإذن الله بتخلصين على 10:55 إن شاء الله. يعني حضرتك تشعري بالشيء باشتين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد وأتشرف بحضراتكم اليوم في ملتقى الأكاديمي لجامعة زايد. اليوم بإذن الله تعالى سوف أقدم مع حضراتكم استراتيجية KWL أو استراتيجية ما وراء المعرفة. استراتيجية ما وراء المعرفة أو استراتيجية KWL يمكن للجميع يتراءى لنا أنها ليست في الاستراتيجية الجديدة أو لم نقم بتجربها في الميدان التعليمي من قبل، ولكن اليوم بإذن الله تعالى سوف نتحدث عن كيفية توظيفها في العملية التعليمية، خاصة في هذه الفترة في التعلم عن بعد وفقا لما نستخدمه الآن للاستراتيجيات التكنولوجية، وأيضا تفيد العملية التعليمية، تفيد مشاركة طلابنا في العملية التعليمية بشكل فعال وشكل جيد يحقق الأهداف التعليمية المنطوقة من التعلم. سوف نتناول مفهوم استراتيجية KWL، مميزات استراتيجية KWL، أيضا هناك خطوات استراتيجية كيف نستخدمها في الدرس التعليمي. أيضا لدينا ما هو دور المعلم في هذه الاستراتيجية ودور المتعلم في استراتيجية KWL. وبالنهاية سوف نتعرض لبعض التطبيقات الإلكترونية التي من خلالها أستطيع توظيف استراتيجية KWL أو استراتيجية جذب المعرفة في العملية التعليمية. بداية نحن نعرف أن استراتيجية KWL هي استراتيجية تبحث عن أو تهدف إلى حث الطلاب على المشاركة في تجميع المادة العلمية أو في معرفة البنية المعرفية الأساسية للطلبة، تهدف أيضا إلى تنشيط معرفتهم بالموضوعات، تركيز القراءة. مثلا عندما أبدأ الدرس اليومي أقوم مثلا بسؤال طلابي ماذا تعرفون عن هذا الموضوع، ممكن أن أسأل هذا السؤال، ممكن أن يكون في نهاية الحصة في اليوم السابق، وبالتالي سوف أوظف استراتيجيتين، استراتيجية الصف المقلوب واستراتيجية KWL، بحيث أن الطلاب يعدوا نفسهم للدرس القادم من خلال البحث عن هذا الموضوع أو من خلال البحث عن الدرس القادم لتجميع المعلومات والمعارف. ومن ثم عندما أبدأ درسي في اليوم التالي أسألهم نفس هذا السؤال فيستطيع الطلاب الإجابة على هذه الأسئلة. أو من الممكن أن يقوم أيضا الكتاب يقوم بمحل أسلوب من أساليب التقييم. دعونا أولا نتعرف على KWL، ماذا تعني KWL؟ طبعا KWL تتكون من ثلاثة حروف، الجزء الأول وهو يعني الكي أو النولج أو زي ما بنسأل طلابنا ماذا تعرف عن هذا الموضوع. بيبدأ الطلاب يبدأوا يدونوا يعني معرفتهم أو إجابتهم عن السؤال الأول من خلال ممكن من خلال مناقشة، بيبدأ كل طالب منهم يبدأ يعرض وجهة نظره أو يعرض المعلومات الموجودة لديه عن هذا الموضوع. بيبدأ المعلم يكون فكرة عامة عن المعلومات السابقة التي يختزنها طلابه في أذهانهم عن هذا الموضوع، وبناء عليه يبدأ يتعرف على النقاط التي سوف يركز عليها وأيضا النقاط التي سوف يمر مثلما نقول مرور الكرام، لأنها ليست لأن الطلاب لديهم معرفة سابقة بها ولن نقوم بالتركيز عليه. بعد ذلك حرف W أو ماذا تريد أن تعرف؟ أنت الآن لديك مخزون من المعلومات، ولكن هذا الموضوع يعتبر جديد لك بالنسبة لعدة نقاط. اليوم سوف نتعرف على مثلا وليكن KWL، ماذا تعرف عنها؟ أنا أعرف عنها أنها استراتيجية من استراتيجيات المعرفة،
تهدف إلى تقييم الخبرات السابقة لدى الطلاب، تهدف إلى حثهم في المشاركة. كل هذه الأشياء نحن نعرفها عن الاستراتيجية في دبليو. إذا ماذا سوف نتعلم اليوم؟ اليوم سوف نتعلم، نحن بصدد اليوم أن نتعلم عن كيفية توظيف هذه الاستراتيجية في العملية التعليمية عن بعد. وبنهاية الورشة التعليمية أو بنهاية الحصة الدراسية أقوم بسؤال طلابي: ماذا تعلمتم؟ أو ماذا، أو حتى الطالب نفسه بيسأل يتساءل ماذا تعلمت؟ هل يعني درسي اليوم أو الحصة اليوم أو الورشة التي قمت بالمشاركة بها، هل استفدت؟ هل تعلمت منها أشياء؟ هل استفدت منها أم؟ بالطبع استراتيجية TWL هي استراتيجية طبعا تسهم في البناء المعرفي وتنظيم المعلومات، تخزين المعلومات، مثلما ذكرنا منذ قليل أنها أيضا تقوم ب يعني استرجاع المعلومات المخزونة داخل أذهان الطلاب، أيضا تزيد من يعني التفكير، استراتيجيات التفكير لدى الطلاب، تثير لديهم التساؤلات والمناقشات، تجعلهم يعني جزء فعال في العملية التعليمية وليس فقط متلقي، حيث أنه يشارك في المعلومات السابقة الموجودة لديه ويقوم بناء على المعلومات التي يستقبلها من المعلم بتنظيم هذه المعلومات وهذه المعلومات الجديدة التي استقبلها، ويقوم بتنظيمها وفقا للبنية المعرفية. طبعا بيتلقى ثم بعد ذلك يبدأ أنه هو يحلل ثم يطبق ثم يحلل ثم يقوم وهكذا، فيكون هناك تدرج في البنية المعرفية السابقة للطلاب. أيضا تقوم بإعادة تنظيم البنية المعرفية وفقا للربط بين يعني وصلات عصبية، يعني بيحاول هو بقدر الإمكان يصحح المعلومة السابقة لديه إن كانت هذه المعلومة خاطئة أو مغلوطة أو ما إلى شبه ذلك، أو هو بيدعم المعلومة السابقة ويبدأ لو المعلومة السابقة معلومة مبسطة أو معلومة صغيرة يبدأ من خلال الدرس اليوم بيبدأ أنه يزود في المعلومات، بيبدأ يربط ما بين الأحداث، يبدأ أنه يربط ما بين العلاقات بين المفاهيم، وهكذا تتوسع مداركه وتتوسع المعلومات لدى الطلاب. أيضا استراتيجية TWL تسهم إسهاما كبيرا في تحويل فرص الابتكار والتفكير المتجدد، أيضا من خلال عمليات التفكير النشطة أو المناقشات التي تكون بالتعاون مع الطالب والمعلم، أو لو المعلم مثلا قام بتوزيع مجموعات أو تقسيم مشاريع على الطلاب، تقسيمهم إلى مجموعات صفية أو حتى عن بعد، نستطيع أيضا تقسيم الطلاب إلى مجموعات ليكون هناك تفاعل، يكون هناك مثلا أطرح سؤال على كل مجموعة وكل مجموعة تبدأ أنها يعني تتبادل مع المجموعة الأخرى المعلومات، وبالتالي يعني يكون الطالب هنا له دور كبير في التعرف على المعلومات أو المفاهيم وتوضيحها بشكل أكثر من أنه يكون فقط دور المتلقي دائما والمجتمع للمعلم. أيضا يقوم المعلم هنا، سوف نتعرض إلى كيفية أو ما هي الخطوات الأساسية في التدريب. أعتقد أن الجميع يعرف أنه في البداية يجب علينا أن نقوم مثلا بعمل مثل الجدول، أو هذا تقليدي بالنسبة مثلا للTWL، جدول مقسم إلى ثلاثة أجزاء: الجزء الأول للTWL أو ماذا تعرف، ماذا تريد أن تعرف، وماذا تعلمت اليوم. طبعا بالنسبة للاستراتيجيات التعلم عن بعد بيختلف الوضع قليلا، يعني أنا في السابق كنت في قاعة دراسية واقعية بها صبورة، بها أوراق، بها يعني الإدخانات أو الوسائل المعينة بالنسبة للمعلم تختلف عن التعلم عن بعد. في التعلم عن بعد قمت هنا باقتراح عدة، أو بمعنى أصح يعني استخدمت عدة استراتيجيات أو عدة تطبيقات من شأنها أن تساعد المعلم في عملية TWL. بالنسبة للمرحلة الأولى، TWL هي مرحلة تقليدية للمعلومات السابقة،
ممكن ان انا استخدم، لو استخدمت مثلا تطبيق تنسين، ممكن انا اقوم بعمل تكليف بسيط جدا واقوم بعمل رابط، ثم اقوم بكتابته في مثلا في الجزء المخصص بالكتابه للطلاب، ارسله اليهم، ثم يبداوا بالفتح على للتعرف على السؤال والاجابه. بعد ذلك نقوم بمناقشه الاجابات مع الطلاب، او من الممكن ان اقوم بعمل ايضا استخدم الباوربوينت، ولكن استخدم الباوربوينت التطبيق التفاعلي، بمعنى استخدمه والطلاب يشاركوني ايضا بوضع اجاباتهم بطرح الاستفسارات والتعليقات الاخرى، يكون بطريقه تفاعليه. اعتقد ان الجميع يستطيع ذلك. يعني طبعا استخدام هذه التطبيقات يحتاج الى يعني تدريب يعني تفعيله بشكل يعني اكثر من مره حتى نستطيع ان احنا نستخدمه بشكل افضل. يعني ايضا لدينا الانكيوبيتر، ايضا نستطيع استخدامه، تطبيق اكثر من رائع، نستطيع استخدامه مع الطلاب ايضا من خلال التطبيق. يعتمد على مجموعه مثلا من الاسئله، ممكن نستخدمه في اسئله مثلا بشكل سحابي، او في اسئله مثلا اختيار متعدد، او مثلا ممكن يطلع لي اجابات في بعض الاحيان على شكل جداول وهكذا. من الممكن ايضا ان اقوم بصياغه السؤال على الانترنت، ويستطيع الطلاب ايضا ان يجيبوا عليه، ويستطيع الطلاب ان يطلعوا على اجابات الاخرين اونلاين في التعلم عن بعد، ويستطيع الجميع مشاركه. جدا رائع. ومن خلال ايضا رابط فقط استطيع ان اضعه، يعني انا الان ممكن ان اضع هذا الرابط، اضعه لكم على الشات الخاص بالبلوجر، وايضا يستطيع الجميع المشاركه. كذلك يستطيع مسح الباركود. كلها وسائل تعتبر وسائل ممكن استخدامها وممكن تفعيلها في التعلم عن بعد، التي من شأنها متقلقة تحدثت أستاذة عن التفاعل الطلبة وافتقادهم للبيئة التعليمية والتفاعل في البيئة الصحية. استخدام التطبيقات الإلكترونية مع استراتيجيات يعني بالفعل نحن نستخدمها في البيئة التفاعلية الواقعية، يستطيع الطلاب أن يتجاوبوا وأن يكون عن تجربة. يعني أنا بالفعل يمكن استخدمها مع أكثر من مرحلة، استخدمتها مع دورات تدريبية مع يعني ناس كبار مدربين معلمين، واستخدمتها أيضا مع أطفال في مرحلة الروضة. وبالفعل يعني ما شاء الله يعني حتى مع الأطفال أبدت تجاوب كبير جدا. طبعا ممكن أقوم بإضافة بعض الموسيقى يعني دائما نقول أن البيئة التعليمية يجب أن يكون بها جو من البهجة أو جو من المرح، يعني لأن طبعا يجب أن نكسر الرتابة ما بين التفاعل ما بين المعلم وما بين الطالب، خصوصا في عملية التعلم عن بعد. في بعض الأحيان كثير من الطلبة لا يفتحون الكاميرا، وبعض الأساتذة نفس الشيء، فعلى الأقل يكون هناك لغة تواصل، حتى لغة التواصل السمعية، وبعض التطبيقات الإلكترونية التي تشتمل على الحركة من شأنها أن تقوم بتخفيف وطأة الملل أو الرتابة الخاصة مثلا التي سبحان الله يمكن تكون موجودة مثلا في الحصة بسبب جمود المادة العلمية أو شيء. مثلما ذكرنا أن المعلم له دور كبير في هذا، مثل ما ذكرنا منذ قليل يستطيع توظيف التطبيقات الإلكترونية. أيضا يجب على المعلم أن يكون واضح الأهداف، مخطط لأهداف الدرس وفقا لدروسه المختارة التي تشاعرها في التنشئة. بعد ذلك أيضا يجب أن يكون لديه صياغة محددة للأسئلة التي سوف يسألها لطلابه، لتحديد ما هي الخبرات السابقة وما هي المعارف السابقة لديهم. أيضا يجب عليه أن يكون لديه إدارة شخصية ناجحة. الإدارة الشخصية الناجحة لا تتحدث فقط عن المعلم يقوم هناك مثلا عدم مقاطعته، أو هي الإدارة الشخصية التي تحكم سلوك الطلاب فقط، ولكن يجب عليه، منذ قليل نتحدث عن روابط تعليمية وباركود وتطبيقات إلكترونية، يجب على المعلم أيضا أن يتأكد من فاعلية هذه الروابط، وأن يتأكد من بالفعل أنها فعالة تشتغل بشكل جيد، حتى لا تكون نقع. نتخيل جميعا لو مثلا المعلم أرسل الرابط للطلبة والطلبة لم يستطيعوا فتح الرابط،
سوف يتحول مسار الحصة الدراسية إلى اتجاه آخر، وسوف يكون هناك فوضى، وبالتالي تؤثر على البيئة الصفية وتؤثر على إدارة المعلم هذه البيئة. دور المعلم في هذه المرحلة يكون دوره، أو في هذه الاستراتيجية عفوا، يكون دوره موجه ومنظم لمعرفة الطلاب، بمعنى أنه لا يجيب على الأسئلة ولكن يوجههم. نعم هذه معلومة صحيحة أحسن، ولكن عليك أن تتعمق أكثر، من لديه معلومات أخرى، وهكذا. يكون السؤال محفز لطلابه لاستخراج أكثر كم من المعلومات وأكثر كم من المعرفة لديهم، وأيضا يقوم بعملية الربط ما بين إجابات الطلاب وبعضهم البعض، حتى يكون ذلك يعني نقطة هامة في التقييم المبدئي. لو تحدثنا عن استراتيجية التأكيد ذلك أسلوب من أساليب التقييم. أيضا يكون مثلما وضحنا المحاور، المحاور المولد للأسئلة، صياغة جيدة يثير تفكير الطلاب بأسئلة، يعني لو استطاع أيضا أن يرتب أسئلة تضبط مستويات مثلا بلوم بالتدرج الخاص بها إلى أن يصل إلى أعلى مراحلها، يكون يعني طبعا مدرس متمكن أو معلم متمكن في صياغتها بشكل متدرج يكون أفضل طبعا، بيقدر أنه يوصل الطلاب لأعلى مراحل التفكير. أيضا يجب عليه أن يعني أقوم بعملية تقويم وليس تقييم. تقويم بمعنى أن يعني لو فرضا في أحد من الطلاب أو أحد من المتدربين مثلا قام بالإجابة على سؤال بشكل خاطئ، علي أن أقوم بتوجيهه نحو الإجابة الصحيحة حتى لا ترسخ هذه الإجابة، لأنه مثل ما ذكرنا سوف يتداولون الإجابات، فإذا تداولت إجابة خاطئة سوف ترسخ هذه المعلومة، بالتالي سوف يكتسب الطلاب إجابات خاطئة أو معلومة خاطئة أو مفاهيم خاطئة، وبالتالي يجب أن يقوم المعلم دائما بعملية تقييم الطلبة وتقييم أدائهم نحو تحقيق الأهداف الصحيحة والسليمة. بالنسبة لدور المتعلم نستطيع أن نستشف من خلال مثل ما ذكرناه عن دور المتعلم في استراتيجية TWL، أنه يستطيع أن يقرأ، يستطيع أن يشاهد، يستمتع بالموضوع، يستوعب الأفكار، دوره دائما باستمرار دوره نشط، يتفاعل، يتشارك مع الآخرين، يطرح أسئلة، يطرح أسئلة في خلال مجموعة. اتفقنا لو في مجموعات وبدأنا نحن نقسم الأسئلة ونطرحها على الآخرين، أيضا يمارس مهارة التفكير. التفكير في ذاته مهارة من خلال استخدامها للاستراتيجية كده بيقول بالفعل ننمي لدى الطلبة مهارات التفكير العليا. أيضا يستطيع أن يصنف أفكاره، مثل ما ذكرنا المعلم سوف يقوم بتقويم الإجابات وبالتالي سوف يصنف أفكاره. هذا المفهوم لقد قرأته سابقا، ولكن قمت الآن بتعديل مفهوم وفق المعلومات الجديدة التي اكتسبتها من المعلم، وسوف أصنف الأفكار وفقا مثلا للمراحل وفقا للخطوات التالية وهكذا. فالمعلم بيكسب الطلبة من خلال استراتيجية كده بنقول عدة يعني عدة أفكار وعدة مهارات رائعة جدا يعني من خلالها. أيضا نستطيع من خلال المجموعات، من خلال طرح الإجابات، من خلال الطالب عندما يطرح الإجابات مع زملائه ويتعرف على الإجابات الأخرى ويقوم بتقييم إجابات الآخرين، يقوم بعملية التصنيف، كل هذا يمثل تعاون مع أفراد المجموعة بشكل إيجابي وليس بشكل سلبي. هذا أيضا يكون أحد أدوار المعلم في استراتيجية التدريب، يناقش ويحاول تصف دور المتعلم في استراتيجية التدريب، يعني دور إيجابي فعال. لن يكون هناك طالب لا يشارك في استراتيجية التدريب، تضمن لنا فاعلية جميع الطلاب وتفاعلهم في العملية التعليمية. أيضا مثلما وضحنا سوف يفوض ما رسخ في بناء المعرفة، يقوم بالتصحيح تلقائيا من تلقاء نفسه، لا استمعت إلى هذه المعلومة والمعلم أكد عليها، إذا هذه المعلومة معلومة صائبة، مجموعة معلومة جيدة، يبدأ المخ في تثبيت هذه المعلومة من خلال طرح الأمثلة ومن خلال إجابات الزملاء
من خلال المواقف نفسها. الآن نصل إلى التطبيقات الإلكترونية، أشرنا عليها منذ قليل. البادلت، البادلت أيضا من التطبيقات الأكثر من رائعة، نستطيع استخدامها في جميع المراحل التعليمية، نستطيع توظيفها في أكثر من استراتيجية. من خلال تطبيق البادلت تختار النموذج الذي أريد أن أعمل عليه. مثلا لو حبيت أن أنا أشتغل على نفس النموذج التقليدي الخاص بك كده بيقوله أقوم بعمل جدول، عادي جدا ممكن أقوم بعمل جدول مقسم إلى ثلاث خانات A و W و L، وأقوم أيضا بإرسال الرابط للطلبات والطلاب بيقوموا بالتفاعل على الحائط. هذا مثلا هنا مثلا نموذج لاستخدام حائط البادلت باستراتيجية KWL. قمت هنا بعمل اختيار هذا النموذج، ماذا تعرف؟ طبعا بعد ارسال النموذج او الرابط للطلاب تقوم بعد ذلك يقوم الطلاب بالمشاركة، الإجابة على السؤال الأول يقوم بالمشاركة، ليس ذلك فقط ولكن بإمكانهم أيضا لو لديهم ملفات، لو لديهم مشاريع، لو لديهم أبحاث في هذا الموضوع سابقا قاموا بعملها يمكنهم أيضا بإطباقها على حائط البادلت. لو لديهم صورة، لديهم رابط معين لموقع خاص مثلا بهذه المعلومة، يعني الحائط البادلت أو استراتيجية التعلم عن بعد على الرغم من أنها تعتبر تحدي كبير ولكنها يعني كشفت لنا عن أنها تعتبر يعني من المنح التي وهبها الله سبحانه وتعالى لنا، لنستطيع أن يعني نبحث عن كل ما هو جديد وكل ما هو مفيد للعملية التعليمية. يعني في العادي لو كنا في حصة واقعية لن يستطيع الطالب مثلا إطباق ملف أو إطباق صورة أو فقط بتقوم بالطريقة التقليدية وهي فقط وضع أوراق تعليمية على الحائط. أما هنا في حائط البدل يستطيع إطباق جميع الملفات ويستطيع أيضا الطلاب أو زملائهم يستطيعون الاستفادة من هذه الملفات من خلال تنزيلها على صفحة المكتب أو من خلال المناقشة أثناء الحصة إدرا. أيضا هنا مثل ما وضحت هنا نجد حائط البدل استخدمته هنا في مرحلة رياض الأطفال، نستطيع عمل أركان تعليمية متنوعة، كل ركن يشتمل على مجموعة من الأشياء ونبدأ بالبحث والاستكشاف عنها، ويبدأ الطلاب أو الأطفال يبدأون بعد ذلك بالمناقشة والتحدث عن المعلومات التي وجدوها من خلال الأركان. طبعا هذه تناسب طفل الروضة أو أطفال مرحلة الطفولة المبكرة أو الصف الأولي. هاي أيضا هنا من الكمبيوتر، هذا ما تحدثنا عنه منذ قليل، أستطيع من خلاله أيضا صياغة السؤال. بعد أن أصيغ السؤال أقوم بعمل شير للرابط، ويستطيع أيضا الطلبة أو يستطيعون الحضور الكريم من خلال الإجابة على السؤال، وأيضا نستطيع أن نتأكد وأن نتعرف على إجابات الجميع ومقارنتها، هل هي صحيحة، هل هي خاطئة، هل هي مدعومة بحق العلم أم لا. نعم حبق يا دقيقة إن شاء الله رب العالمين. أسئلة إن شاء الله. أيضا هنا الباوربوينت مثل ما وضحت لحضراتكم بسيط جدا، وأستطيع أيضا توظيفه من خلال تقسيمه إلى KWL بهذه الطريقة، وأستطيع أن أقوم بفتحه on desktop وبالتالي يكون التطبيق تفاعلي، أستطيع الطلاب الكتابة وأيضا المعلم وهكذا، وبالتالي يكون طريقة تفاعلية أكثر من رائعة مع الطلاب. بهذا أكون قد انتهيت من عرض تجربتي مع الـ KWL. أتمنى إن شاء الله رب العالمين أن تكون تجربة مفيدة ويكون يعني لقاء خفيف ومثمر ومفيد بإذن الله. شكرا لكم وتوفيقي للسؤالات أحكام. كل الشكر والتقدير أستاذ رحاب على هذا العرض الثري، شكرا جزيلا. نستقبل الأسئلة. قبل الأسئلة بس بغيت أذكر الموجودين، أرسلنا لينك في البوكس في الشات، your feedback please، رجاء الحضور يعطونا الفيدباك، اللينك موجود في الشات.
فرجاء أي سؤال لأستاذة رحاب؟ الطريقة جميلة وربما مفيدة، لكن المشكلة تكمن في إثارة دافعية الطلبة للتفاعل مع الحصص عن بعد. نعم نعم، تعليقك على هذا أستاذة رحاب، كيف تخلي الطلبة يتفاعلون مع الحصص الأونلاين؟ من خلال توظيف تطبيقات إلكترونية بسيطة سهلة ميسرة، أيضا يعني مقترح بسيط، قبل أن نقوم بعمل أي تطبيق إلكتروني أو نجهز عليه حصة يجب أن نقوم بعمل ورشة لتنمية النطق الإلكتروني لدى الطلبة. في بعض الأحيان يكون العائق عدم أو عدم كيفية استخدام الطالب نفسه للتطبيق، فهذا يكون عائق كبير، وبالتالي يجب أن يكون هناك تدريب أو ورشة مصغرة لأولياء الأمور، لأنهم أولياء الأمور أصبحوا الآن شريك كبير جدا في العملية التعليمية، وأيضا الطلبة نريد أن أيضا نقوم بتنمية النطق الإلكتروني لديهم، يعني لا نستطيع أن نقوم مثلا اليوم بشتري لكم رابط على البدلت، كيف سوف أرسل معلمة، كيف أقوم بتنزيل الملفات وهكذا، فبالتالي على ليكون المتعلم متفاعل بشكل جيد يجب أن أخبره بما سوف يتعامل معه ويكون لديه دراية بما سوف يرسل له. أعتقد أن التدريج وتنمية النطق الإلكتروني لدى الطلاب مهم جدا. دكتورة رحاب، عندنا سؤالين تقريبا جدا متقاربات، هل هذه الطريقة مناسبة لجميع مراحل الطلبة؟ وهل هذه الطريقة مناسبة لجميع الكورسات الكلاسات ولا حق specific courses؟ أنا من خلال اللي طلعت عليه يعني أنا أشوف في دراسات عديدة، يعني أنا في بداية حديثي يمكن قلت إن الاستراتيجية هي ما تعتبرش جديدة، يعني إحنا دائما حتى في التعليم المباشر دائما يعني حتى نظريات التعلم دائما بتحثنا على إن إحنا لازم نعرف الخلفية العلمية والبنية المعرفية للطلبة قبل أن نقوم بطرح أي معلومات جديدة أو تدرسهم أي مفاهيم جديدة، وبالتالي أنا أعتقد إن استراتيجية في دبليو مهمة لجميع المراحل، يعني أنا استخدمتها في مرحلة طب الأطفال، استخدمتها في لأنها تتكون من ثلاث أسئلة وثلاث أسئلة، أعتقد إن ما في درس أبداً أو في حصة أو في تدريب يخلو منها. أنا عشان أدي دي حتى لو أعطيت مثلاً لأضلت الكبار مثلاً أعطيتهم ورشة أو شيء، لازم أعرف البنية المعرفية أو إيه هو اللي محتاجينه من التدريب على أساس إن أنا أبدأ أبني المعرفة القادمة بناء على معرفتهم السابقة. ممكن أنا أعطيهم معلومات ويكون قبل مننا مثلا يكون مفاهيم رياضية، مفاهيم رياضية كيف أقلل أن أقوم مثلا بعمل عمليات الجمع بدون أن أعرف إذا كان لدى الطلاب أصلا معرفة سابقة بترتيب الأعداد أو مفهوم العدد نفسه. نفس الشيء اليوم مثلا استراتيجية كده بيقول لو أنا مثلا طرحت ورشة تعليمية عن كبار معلمين أو أساتذة أو شبه ذلك، كيف لي أن أقوم بالدخول مباشرة إلى المعلومة بدون أن أعرف ما هي معلوماتهم السابقة عن كده بالأول، وبالتالي بعد أن أسألهم أقوم بعرض المعلومات الجديدة، ولا يعني أعتقد أن الجميع نحن الآن نقوم بعمل أسئلة، هذه الأسئلة بصددها أن يعني تعرفنا ماذا تعلمنا اليوم من هذه الاستراتيجية، يعني يكون أن في أسئلة معناها أن في تعلم حدث وفي معلومات بنيت بناء على المعلومات السابقة. هل يمكن استخدام هذه الاستراتيجية مثلا للتقييم؟ أنا متأكدة أنه يمكن استخدامها لأن حضرتك ذكرتي هذا الشيء، لكن لو بسوي مثلا اختبار للطلبة هل يمكن استخدام هذه الاستراتيجية أو إحدى الأدوات الموجودة فيها لوضع اختبار للطلبة وأقيمه بناء عليه؟ ممكن في بداية الحصة التعليمية ممكن أقوم من خلال مثلا صياغة بعض الأسئلة ومن خلالها بعمل عملية تقييم للمعارف السابقة للطلبة. جميل جميل. أستاذ رحاب أي مرحلة تدريسية حضرتك؟ والله أنا بدرس مرحلة أطفال وبدرس تدريس الجمال وبدرس أورش تدريبية كمان للمعلمين يعني مراحل متنوعة يعني. ما شاء الله. أي سؤال حق أستاذ رحاب؟ أوكي، في عندنا سؤال.
شكرا جزيلا أستاذة رحاب، فعلا كان عرض ثري جدا وجميل. شكرا جزيلا أستاذة رحاب، يعطيك العافية. أرجع بس أذكر الحضور لو سمحتوا الفيدباك مالكم مهم بالنسبة لنا، فأتمنى تضغطون على اللينك اللي موجود في الشات بوكس وتعطونا يور فيدباك، وشاكرين جزيلا لكم.